المكونات والمقادير بتاعتنا. معانا ثلاثة زوج حمام، يعني ثلاثة جواز حمام، 4 كوبايات رز مصري مغسول ومنقوع، بصلتين كبار متقطعين مكعبات، 2 كبار سمنة، 2 زيت، 3 كوبايات لبن حليب، 1.5 كوباية مرقة، 1 كوباية زبادي، 2 ملح، 2 كبيرة فلفل اسود، 2 حبهان مطحون، و 2 كبار قشطة بلدي. هنشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا هنا كده على النار طاسة او حلة زي ما احنا عايزين بالظبط، عايزين نحط فيها، هنحط لها 2 معلقة زيت. طبعا انا هنا كان عندي 2 معلقة سمنة حطيتها فيها، كنت بشوح فيها الحمام بتاع النسخة، فلما اتبقت مني سمنة سبتها زي ما هي في الطاسة. هنا انا حطيت 2 معلقة زيت، هحط كمان 2 معلقة سمنة زي ما احنا شايفين كده. هو اكلة دسمة شوية، يعني اللي بيعمل الدايت هيبعد عن الاكلة دي، بس ممكن نعملها طبعا، مش نحرم نفسنا، هنعملها في اليوم الفري اللي معانا. هنا كده انا هسيب السمنة والزيت يسخنوا شويه مع بعض ونروح نجهز الحمام بتاعنا. ادي المرقه اسيبها برده هنا كده، نلبس الكلافز بتاعنا. الرز اللي معايا بتاع الحمام احنا غسلناه، وبعد ما غسلناه سيبناه منقوع لمده ساعه او ساعتين بس في ميه عاديه من الحنفيه، نسيبه منقوع فيها علشان لما يستوي طبعا ما ياخدش معانا وقت في الفرن ويستوي على طول، خصوصا ان احنا هنشوح الحمام، فالحمام لما هيدخل مش هياخد معايا وقت كتير على النار. كده اول حاجه بس هتبل الرز، معايا شويه ملح، رشه ملح كده اهو، رشه ملح، ومعايا رشه فلفل اسود. طبعا احنا عارفين رز الحمام بالذات سواء محشي او في البرام يبقى بيحب جدا الفلفل الاسود، الفلفل بالنسبه له روح الحمام، او زي يعني مامتي بتقول دايما الفلفل الاسود هو روح حشو الحمام، بيديله نفس جميل جدا، ولازم طبعا يبقى فيه اللسعه بتاعه الفلفل دي بتبقى حلوه جدا طبعا. بس عندنا اطفال ولا حاجه ممكن نقلل شويه الفلفل. انا كده تبلت الرز برشه ملح ورشة فلفل او معلقة صغيرة فلفل، عشان لسه هنحط تاني على البصل وعلى الحمام. هنا معايا كده، ادي كده احنا سايبين السمنة بس لما تسخن هبدأ عشان انزل فيها البصل. طيب هناخد حاجة صغننة، انا عايزة بقى اتبل الحمام ده. هتبل الحمام ازاي؟ هحط 2 معلقة ملح، 2 معلقة صغيرة كده ملح، هنحط كمان 2 معلقة فلفل اسود، وهناخد 2 معلقة الحبهان المطحون على بعض كده. يبقى احنا حطينا الملح والفلفل والحبهان اهم متقلبين مع بعض، تمام، ملح والفلفل والحبهان المطحون. بعد كده هسيب بقى كده، هاخد الحمام ده، حمام طبعا هتقولوا هو ده التلات جواز، لا طبعا انا عامله نسخه علشان ما تاخدش معانا وقت. ادي الحمام مغسول كويس جدا جدا ومتنضف اهو، ده المقاس الحمام الكبير، في طبعا حمام اصغر، احنا انا جايبه الحمام اللي مقاسه كبير اللي هو ايه زي ما يقول عليه كده الحمام الجامبو، الحمامه لما بتتحشي الحشو العادي بتديني زي الفرخه البلدي الصغيره، لما برده بيتعمل هنا بيكش سنه عشان ما فيهوش حشو، بس برده بنلاقي فيه حاجه ناكلها بيبقى الصدر بتاعه محمل، ودي اهم حاجه في الحمام. هنا اهو انا باخد كده الحمامه، بصوا بضغط بقى على الصدر كده، بصوا بقى حضرتك كده معايا اهو، هضغط كده على الصدر، هكسر اهو، هكسر العظم بتاعها اهو كده، هكسر العظمه بتاعتها من جوه. ليه؟ عشان انا عايزه اتبله دلوقتي وعايزاه يستوي بسرعه جوه الرز ما ياخدش مني وقت. بعد ما ضغطت على العظمه كده هاخد رشه من الفلفل والملح والحبهان جوه الحمامه، هبطنها كده اهو، كده اهو هبطنها اهو كده عند الوراك برضو اهو. الحمامة عجوزة او كده ما بتبانش غير في السوى، لكن طبعا الحمام اللي بيطير لو هي في حمام عند الراجل اللي بيطير طبعا ما بنجيبوش لانه ما بيشتغلش معانا في الاكل، ده بيبقى خلاص سنه كبر عجوز. الحمام اللي بيبقى حلو بعد اذن حضرتك، هنا السمنة والزيت معايا سخنوا، هنزل فيه البصل اللي متقطع مكعبات اهو. انا مش عايزه احمر البصل، انا عايزه بس ادبله شويه عشان ادي نفس للحمام كده.
هنحط دي بقى كده معانا اهو، هسيبه كده جنبي عبال لما نخلص تتبيل الحمام. ادي الحمامة التانية برضو تبلتها كده، ملح وفلفل والحبهان المطحون يديني يقضي على اي ريحة زفارة معايا خالص كده اهو. اهو الست بقى لما تروح تشتري الحمام انصحها نصيحة مهمة جدا، ما تاخدش الحمام اللي ريشه لونه اسود، لان الحمامة اللي ريشها سودة هي حمامة بلدي، ولكن بتبقى لحمها بيبقى لونه غامق لما تيجي كده بعد ما بيتنضف، اللحم بتاع الصدر والجلد نفسه بيبقى غامق، لما بيجي يتسلق ونيجي عشان نحمره بنلاقي الحمامة مسودة. فاحنا دايما نجيب الحمامة اللي يكون الجلد بتاعها الريش بتاعها ابيض، او نوعا ما لو في اسود يبقى خفيف جدا ما يبقاش كتير كده. انا هحطهم بقى هنا كده معايا متبلين، وهاخد بقيه الملح والفلفل والحبهان هبقى هنزلهم على الرز بس كده. هاخد بقى هنا كده البصله معايا دبلت اهو، البصله كده بدات خلاص اهي تطرى وتدبل معانا، مش عايزه احمرها عشان ما يبقاش التحمير بتاعي باين فيها اهو، احنا عايزينها بس تبقى دبلانه، وهي دبلانه كده بسرعه جدا. هعمل ايه؟ هروح واخده اهو، هاخد الحمامه بتاعتي هكتفها، بس نجيب هنا عشان لو نزلت اي حاجه تنزل عليه. الحمامه هكتفها، هنكتفها في الفتحه اللي احنا واحنا بننضف الحمام منضفينها من حته الزفاره اللي بتبقى فيها، طبعا كلنا عارفينها في النهايه تحت كده بتبقى في كره صغيره بتبقى فيها زفاره، دي بنشيلها بالراحه من غير ونحافظ على الفتحه اهي، شايف حضرتك اللي هي متكتف منها الحمام اهي، الفتحه دي لازم نحافظ عليها، نشيل منها الزفاره ونسيبها كده متكتفه. هاخد الثانيه كمان اهي، الثانيه برده انا مكتفاها اهي اهي، التكتيف اهي طبعا حبيبنا انا استغنى عنه احلى كاميرات. هنا كده بعد بقى ما تشوحت كده البصله هبدا اتخن البصله كده شويه، والسمنه والزيت سخنين، هبدا انزل معايا الحمام. عايزه ادي الحمام تشويحه او تحميره خفيفه عشان يبقى ليه نفس وليه طعم لما يستوي جوه الطاجن، ما يبقاش زي الحمام المسلوق. عايزه اقول لكم سر، انا كنت زمان ما بحبوش خالص لما كان يجي لنا الزياره اللي في البرام ده، ليه؟ علشان كان دايما الحمام بيحطوه كده من غير حاجه، من غير تتبيل حتى، يبقى يا دوبك كده جوه الرز باللبن، كنت اكل الرز اللي حواليه لانه طبعا كله لبن وقشطه ودسم، لكن الحمام ما كنتش بحبه علشان كان زي عامل زي المسلوق حتى مش متحمر. لما بقى مامتي ربنا يديها الصحه قالت لي لا تدي الحمام نفس، ان انت تشوحي الحمام تتبليه كويس جدا من جوه وتشوحيه كده مع البصله دي علشان يبقى له نفس ويبقى له ريحه حلوه، اللي ياكل منه يستطعم طعم الحمام. اهو شايف حضرتك كده اهي لونها اتغير واحمرت ازاي كده. عبال لما الحمامه تاخد كده وضعها شويه هعمل ايه؟ هجيب الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه، خد معلقه ثانيه اهي، ادي الرز بتاعي. طبعا احنا في حركه كمان ممكن نعملها، ممكن بعد ما نخلص البصل والحمام ناخدهم في طبق وننزل مكانهم ندي تشويحه للرز، اللي عنده وقت ممكن يعمل كده، بس هي برضو يعني ما بتفرقش قوي، يعني بتبقى حاجه بسيطه في الطعم لكن كله زي بعضه. اللي يحب بعد ما يشوح الحمام بالبصل يطلعهم وفي مكانهم مكان السمنه بتاعته دي يشوح فيها الرز برضو ما يجراش اي حاجه. احنا هنعمل ايه؟ انا هاخد هنا الطاجن، طبعا علشان الطاجن بتاعي ما يلزقش فيه الرز، زي ما كنا لو انتوا فاكرين عملنا الطاجن بتاع اللحمه، الرز بتاع اللحمه، انا هاخد هنا كده معلقه سمنه ابطن بيها الطاجن اهو، اخد معلقه سمنه ادهنها كده في قلب الطاجن اهو، حضرتك اهو كده تمام كده اهو. انا غطيت بالسمنه كويس جدا جوه الطاجن، هبدا بقى اخد معايا زبادي، ها باخد من الزبادي اعمل له طبقه كده اهو، داير ما يدور في الطاجن في القعده بتاعه الطاجن او القاعده بتاعه الطاجن والجناب، ليه بقى؟ كده يحميلي اطلع الطاجن لاخر حبايه رز، مفيش حاجه لازقه فيه خالص، يبقى طعمه كمان في منتهى الجمال اهو كده. بص بقى كده حضرتك اهو،
اتغطى تماما بالزبادي. خلاص كده احنا جاهزين اهو. اشيل بس الكلافز ده. ناخد كلافز نضيف. عايزه اقلب الحمام. شايفين تحميره بسيطه جدا بتفرق خالص معايا في الطعم. البصل والحمام ده بيدي طعم في منتهى الجمال. هنا بس هدي تتبيله. انا ما كانش المفروض بقيه التوابل حطيتها على الرز، كان المفروض هنا بس ما يجراش حاجه. مش هنحط بقى ملح، هنحط بس فلفل، لان هو الفلفل اللي ايه اللي هيدينا الطعم المميز. بس الملح احنا كده كله حطيناه معانا في الرز. انا هلبس بقى الكلافز عشان ايه اشتغل بايديا تاني كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بقى اللي يجربوا في عزومه حاجه فعلا حاجه مبهره وحاجه تشرف جدا جدا. يعني لما نجيب مثلا جوزين ثلاثه اه سعره غالي شويه، بس ممكن في عزومه احنا بنجيب اكتر من كده وبنكلف اكتر من كده. يعني نعمل حاجه كده فلاحي اصيله من الاكلات المصري بتاعتنا، الحاجات اللي احنا مشهورين بيها اهو كده. عايزه اقول لكم الطاجن من ده، الحمامه الواحده بشويه رز، طاجن لفرد واحد انديفيدوال كده في الاماكن اللي بتعمل الحمام ده بمبلغ وقدره، يعني مش مبلغ هين ولا حاجه. هنا كده بقى ايه نبدا خلاص اقلل الحراره، مش عايزاها. خلاص اهو كده خدت تحميره حلوه وحيقناه تحقيقه كويس. هبدا بقى هنا معايا في الطاجن كده هاخد تلت كميه الرز اللي معايا اهو. يعني مثلا دول لو 3 كوبايات هاخد كوبايه، لو 4 كوبايات هاخد كوبايه وربع وكوبايه ونص، والباقي هنخليه نغطي بيه الحمام. ادي كده فرشت تلت كميه الرز اهو عشان استاذ درولي يدلعنا ويدلع المشاهدين باحلى طاجن حمام اهو كده اهو. شايف حضرتك كده غطينا تلت كميه الرز، حطيناها في الارضيه فوق الزبادي على طول. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا كده اخد البصل اللي عندي ده، بس الاول اشيل الحمام. هجيب طبق اشيل فيه الحمام كده اهو. اهو ادي الحمام شلناه خالص. بالمناسبه احنا ممكن نعمل اللي احنا عملناه في الطاجن في قارب بايركس. انا الحقيقه كنت عايزه اعمله كده، بس قلت افضل يعني نعمله زي النسخه عشان اللي عنده طواجن وبرامات يقدر يعمل زينا بالظبط. هنا بقى البصل اهو، بص حضرتك قبل ما احطه. تمام اهو ادي كده البصل نزلناه فوق الرز، فوق طبقه الرز. ليه بقى انا حطيت ليه البصل الاول؟ علشان اطعم بيه الرز والحمام اهو. انا هوريهولك حالا اهو يا رز. اتفضل. شايف؟ شايفين بقى كده حضراتكم اهو البصل يجي يغطي. طبعا البصله دي بقى متطعمه تطعيمه حلوه جدا. احنا مش هنحط اي ماده دهنيه. كل الاول بطلنا الطاجن بطلناه بالسمنه، وبعد ما بطلناه بالسمنه دهنا عليه زبادي على قد الطاجن كوبايه نص كوبايه، نعمل طبقه زبادي نغطي بيها الطاجن فوق السمنه. بعد كده ناخد تلت كميه الرز اللي متبل كان منقوع عندنا لمده ساعه او ساعتين ومتصفي، حطينا ملح وفلفل وشويه حبهان مطحون صغيرين نتبل بيهم الرز. تمام. انا بقى كده طيب انا كده دلوقتي ادي الحماميه اهي. بصوا بقى حضراتكم هعمل فيها ايه. هاخدها على ظهرها، يعني اخلي الصدر بتاعها ده يبقى لتحت مدفوس جوه او مدفون جوه الطاجن اهو. ادي كده الصدر لتحت. بص حضرتك كمان ادي الصدر اهو، صدر الحمامه اهو اهو الصدر اهو. احنا بقى هنعمل كده، هيبقى الظهر ده هو اللي لفوق والصدر لتحت مكبوس في الرز. ماشي. واجي هنا كده معايا استاذ درمالي، يا درولي يا استاذ كده. ادي بقى بقيه الرز تلتين كميه الرز اللي عندي هبدا انزلها فوق الحمام اغطي بيها الحمام. طبعا على قد ما ياخد مني واسيب مساحه انه ممكن هيكبر شويه طبعا من التسويه. لا نشيل كده احنا هنا ايه كده اهو اهو. ادي كده طبعا الحمام لما الرز ده لما بيكون منقوع في الميه ساعه او ساعتين ما بيجي يكبر شويه في التسويه، ما بيبقاش يعني ما بيكبرش قوي زي ما بيكون لسه رز زي ما بنطبخه العادي نلاقيه ضعف. لا هو بيكبر حاجه بسيطه. هنا انا عندي في الطاجن مسافه مثلا قراط او قراط ونص 5 سنتي، هنا كده هيبقى كويس جدا. اتاكد ان احنا غطينا وش الرز الحمام، غطينا بيه الرز كده اهو.
هنا بقى عندي قشطه، القشطه الفلاحي دي بقى هايله جدا، دي بقى اللي بتحمر لي الوش، بتديني الشكل الاحمر اللي فوق اللي احنا ايه بنبقى يعني خلاص مش قادرين بقى من الطعم والجمال. ادي القشطه اهي حطيتها اهو كده، اوزعها بقى على وش الايه الطاجن. للامانه دي مش قشطه جاهزه، دي قشطه لبن حليب انا بجيبه وبغليه، باخد منه القشطه بتاعته. طبعا اللي ما عندوش القشطه دي وعايز يشتري العلب الجاهزه يبقى هناخد نص علبه قشطه ونقفلها ونحتفظ بيها في الفريزر لو ملهاش استعمال عندنا، والباقي بتاع القشطه يعني نحطه في الفريزر لما نيجي نستعمل نلاقيها. لو بنستعمل على طول قشطه بلدي يبقى خلاص ما فيش مشكله ان احنا ايه ان احنا نستعمل. هنا بقى كده هنا هبدا، انا عايزه كوبايتين قشطه، كوبايه ونص مرقه وكوبايتين لبن حليب يكون بخير ويكون بالقشطه والدسم بتاعه. هبدا بقى كده صب، خلي بالنا ان ده مش زي اللحمه، انا اللحمه حطيت عندي طبق صغير واحنا بنصب على الوش، ده مش هحط طبق لان احنا مغطسين الحمام لجوه وعندنا طبقه رز كويسه. هنا كده انا حطيت اللبن، هبدا بقى اخد شوربه، طبعا الشوربه دي شوربه بتبقى شوربه دسمه، شوربه فراخ، شوربه لحمه، اهو كده ادي على الوش كويس جدا اهو. ابدا كده اهزه بالراحة جدا بالراحة عشان اتأكد ان السوائل اللبن والقشطة عندي والشوربة دخلوا وصلوا تحت الايه للرز، الطبقات اللي تحت اهو كده بالشكل ده. طبعا كل الدسم بقى السمنة والقشطة والحاجات دي هي اللي هتحمر لنا الطاجن وهتخليه جميل جدا. كده بقى انا عايزة اروح افتح الفرن عشان ندخل فيه الطاجن، بس هفتح الاول، فممكن اسنده هنا وافتح الفرن. عايزه اقول لكم على معلومه، اللبن مغلي، اللبن مغلي والشوربه مغليه، ويا ريت كمان نكون حاطين الطاجن ده شويه في الفرن سخن. بسم الله الرحمن الرحيم كده هبدا بقى. بسم الله بس هو الدلق طبعا هقفل، بس همسح اللي وقع مني كده الطرطشه دي علشان ما تعملناش احتراق ودخانه في الايه في الحاجه لما تيجي تستوي ميبقاش ليها طعم اللسعه بتاعه اللبن، بالذات اللبن لازم اي حاجه ننضفها على طول.